دكتور عبد المنعم سعيد المحلل السياسي الكبير، مساء الخير يا دكتور. يعني هو مشهد متكرر، العنف في الأراضي المحتلة، مشهد متكرر، تصاعد الأمور، تتدخل مصر ولها دور كبير. هل وزيارة بلينكين تأتي يعني في هذا الوقت ربما بالصدفة، ولكن هل يعني كانت هناك آمال على هذه الإدارة الأمريكية أن تتحرك بشكل أكثر إيجابية في اتجاه القضية الفلسطينية، ولكن لا يبدو ذلك؟ يعني أنا أذكر أنه تحدثنا في أول تولي السيد بايدن صحيح. للإدارة الأمريكية، وكان ساعتها الوقت أن العلاقات ليست على ما يرام. اعتقد ان الاصل في الموضوع النهارده هو العلاقات المصريه الامريكيه. انا لسه قرات ستيتمنت موجوده من وزاره الخارجيه الامريكيه بتوضح مدى المروحه الخاصه بالعلاقات الموجوده بين البلدين، من اول موضوع المناخ الى السد الاثيوبي الى الموضوع الفلسطيني الى الامن الاقليمي الى التنميه الداخليه في مصر. فالجزء ده لا ينبغي انه يغيب عننا، ان المشهد الفلسطيني الاسرائيلي ليس جديدا بالمره، وانه بيتجدد نتيجه عوامل تخص طبعا الاحتلال الاسرائيلي في الاساس، لكن ايضا الجانب الفلسطيني لديه مشكله في تكوين الدوله الفلسطينيه ذاتها، لوجود افرع كثيره ووجود الضفه الغربيه وغزه. التطورات الاسرائيليه عقدت الموضوع سياسيا، لانه الفريق الحاكم الان في اسرائيل، يعني انا اعتقد انه سوف يعني يقوم باعمال بالغه العنف، ولا احسد اطلاقا الدبلوماسيين الذين عليهم التعامل مع هذا الموقف، لأن هؤلاء يريدون بالفعل خلق نكبات أخرى للشعب الفلسطيني. فالموضوع معقد، ولذا أعتقد أن التعاون المصري الأمريكي لتهدئة الوضع الحالي أعتقد ربما يبدو أنه هو المسار الوحيد لدى الجانب الأمريكي. لكن أيضا هناك نقطة أحب أن أقولها، أنه في الداخل الأمريكي في درجة من التوازن غير مسبوقة بالنسبة للجانب الأمريكي، لأنه هناك الجانب التقدمي داخل الحزب الديمقراطي ضاغط بقوة ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية، إلى جانب طبعا التوافق الطبيعي الموجود بين أي إدارة أمريكية والجانب الإسرائيلي. فهذه المرة إسرائيل تبدو لي ليست يعني حاصلة على التأييد الأمريكي خالصا، بدون مواقف موجودة لدى الإدارة الأمريكية بالنسبة لطبيعة التشكيل الحكومي داخل إسرائيل. بس يعني أي ما كان الوضع داخل فلسطين أو الوضع داخل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ووصول اليمين بقيادة نتنياهو، هنا الدور الأمريكي لتحريك الأمور في اتجاه أكثر إيجابية يبدو أن هذا الدور متراجع. يعني ما هو برضو لو فضلنا شايفين الوضع الفلسطيني هيفضل كده متفكك طالما ما فيش اتجاه حقيقي لمائدة مفاوضات مع الجانب الآخر. على الجانب الثاني إسرائيل بقى وانتخاباتها، يعني أقصد أنه لا يوجد تحرك وإرادة أمريكية حقيقية لحل المشكلة دي، زيارات وإن شاء الله تهدوا الأمور ونزور ده ونزور ده وانتهى الأمر. لا، أنا مش متفق مع ذلك. الولايات المتحدة كأي دولة في العالم بتدير هذه المفاوضات من خلال وسائل إغراء ووسائل ضغط في نفس الوقت. جزء منها بيتم عن طريق الإدارة الأمريكية كما ذكرت، لكن الولايات المتحدة قامت مع إسرائيل بمناورات بالغة الأهمية ذات طبيعة استراتيجية، طبعا موجهة أساسا لإيران، وذلك يعتبر يعني منحة إلى الجانب الإسرائيلي ومحاولة لإغراءه بالتوصل إلى تهدئة على الأقل. لأن أنا أعتقد أنه هدف استئناف المفاوضات ربما يكون معقدا بشكل كبير، لكن من الممكن البحث عن تهدئة، وأن يتم كما حدث في مرات سابقة
أن ننتظر حتى الجولة الثانية. الأمر الثاني الذي أريد أن أقوله يا أستاذ لميس هو أنه لا، الجانب الفلسطيني في الحقيقة لا ينبغي لحركة التحرر الوطني أن توقف وحدتها على إرادة دول أو شعوب أخرى. لا يوجد في تاريخ حركة التحرر الوطني مثل هذا الانقسام، ولا حتى هذا التوزيع باستخدام السلاح بين قوى مختلفة. الدولة الفلسطينية يمكن أن تقوم كشيء واقعي على الأرض كما فعلت الحركة الصهيونية قبل ذلك، أنها أقامت دولة على الأرض الفلسطينية. فهنا يعني أنا أعتقد أنه علينا أن ننظر للموضوع. بالطبع أنه في حالة احتلال، في قرارات دولية، في شرعية دولية، لكن أيضا هناك حتى نتحرك من هذا المربع أعتقد أنه هناك واجبات على جميع الأفراد ينبغي أن يقوموا بها. طيب خلينا نرجع للعلاقات المصرية الأمريكية، والحقيقة أنه زي ما حضرتك قلت في البداية أي حد ما كانش يتخيل أن تكون العلاقة بهذا الشكل، يعني وتكون التصريحات حتى فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وحتى لما بيتسأل بلينكن عن علاء عبد الفتاح مثلا لماذا لم تتدخله، فبيقول أنا لا أدري ولكن في تقدم في قضايا حقوق الإنسان. الحقيقة أنه يعني دي إجابات لم يكن أحد يتخيل أو يتصورها من وزير خارجية ديمقراطي لنظام ديمقراطي. الأوراق الرسمية الأمريكية تعيد الاعتبار الكبير جدا للطاقة المصرية في هذه المنطقة والطاقة المصرية من الناحية الدبلوماسية. وكما ذكرت في البداية المروحة الخاصة بالمصالح المشتركة كبيرة، لكن الجديد في الأمر هذا الإدراك العميق، ولا ينبغي أن ننسى أنه كان منذ وقت قريب بيل بيرنز كان موجود رئيس السي آي إيه والآن وزير الخارجية، وكلاهما يذهب بعد ذلك إلى إسرائيل بعد القاهرة. يعني أعتقد أنه نحن إذا يعني أمر ينبغي أن نتنبه له، وهو أن العلاقات المصرية الأمريكية تدخل في مرحلة جديدة من التوافق، ولا أستبعد شخصيا أنها ربما تشمل أمورا أخرى جديدة تتعلق على سبيل المثال بالحرب الأوكرانية، أو تتعلق بموضوع الاستقرار الإقليمي، أمور لها يعني شمولية أكبر من الوقائع الحالية التي يمكن أن تتفجر طبعا الموجودة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هل تتدخل أمريكا في قضية سد النهضة؟ ودايما مصر بتقول أن على واشنطن دور مهم في حالة الأمور، هل تتدخل واشنطن في سد النهضة؟ يبدو لي من التصريحات أنها تتدخل. الوسيلة التي تتدخل بها، هل يوجد فيها أمور تحت السطح لا تظهر، أو من خلال مفاوضات هادئة مع الجانب الأثيوبي؟ لا أعرف، لكن هناك التزام واضح في التصريحات الأمريكية على أنها تريد أن يكون هناك حلا لهذه المشكلة يعني يرضي جميع الأطراف. وهو في حديث عن تفاهم يعني الموقف المصري بالنسبة لقضية سد النهضة، واعتباره لها أنها قضية وجودية وأنها ليست يعني مجرد أمر يتعدى المصالح العليا المصرية إلى مصالح فرعية. هو جزء وجودي، معنى كلمة وجودي معناها هو موضوع حياة أو موت يعني. شكرا دكتور عبد المنعم سعيد المحلل السياسي الكبير.